اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم معايا ايه. ايه ده؟ دي فيديت سبينر جديده، شكلها جامد جدا 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 اهو. بصوا بقى هنفتحها، لونها كده برونزي، مكتوب عليها هاند سبينر. اوكي، شفتوا شكلها جامد ازاي؟ واو، لا شكلها فعلا اللي بتاعتها شيك قوي. ممكن نديها هديه لحد من صحابنا هينبسط بيها جدا جدا جدا. اوه يلا بقى نفتحها مع بعض ونتفرج عليها. اسمها اوكي، فتحناها كده وفتحنا اللي هي لونها الذهبي. وبصوا بقى بتلف بسرعة ازاي. الله، لونها كده برونزي عذابي. يا نهاري دي سريعة جدا، شفتوا بتلف بسرعة ازاي؟ اهو هفتحها بقى كده اهو. الله، لا دي سريعة قوي زي ما انتم شايفين. كمان شكلها جامد جدا، اللي هو اللون الذهبي في الاسود ده مخليها، لا صراحة سريعة قوي. ولفهالكوا بقى كده بسرعة. دلوقتي هحطها هنا، بعد كده هجيب ايه، هجيب بقى دلوقتي موبايل وهحسب لكم بتلف بسرعة. تفضل قاعدة تلف لمدة قد ايه. مستعدين؟ يلا، 1 2 3. واو، بص عمالة بتلف بسرعة جامد جدا. ترى بقى هتقف بعد قد ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. ايه ده؟ وبكده بصوا تكون قعدت 38 ثانية. يا ترى بقى دي داخلة على دقيقة. يا نهاري، ولسه عمالة بتلف بسرعة جدا. ايه ده؟ تحس ان هي لفت الناحية التانية. ايه ده؟ شفتوا بتعمل، عملت في اتجاه العكس، وكمان بتدي تمشي دلوقتي اسرع. يا نهاري دي بتمشي بسرعة وكانت لفت الاتجاه التاني. ايه ده؟ لفت تاني جامد جدا. يا نهاري، قاعدة بقالها دقيقة كده ونص. لا دي فظيعة، بتقعد كتير جدا. يعني بصوا بقى قربت تقف وتلف الناحية التانية، تقعد تعكس اتجاهها كل شوية. هتقف بقى كده خالص دلوقتي ولا ايه؟ هنشوف مع بعض اهي. وتكون بقى كده وقفت، وتكون بقى كده عملت قد ايه؟ دقيقتين، يعني دقيقتين الا 10 ثواني، اقل من 10 ثواني كمان. عملت دقيقة و59 ثانية. واو، لا 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 دي لعبة فعلا فظيعة. شفتوا قعدت تلف جامد بسرعة ازاي؟ ممكن اعملها لكم مرة تانية ونشوف مع بعض ترى هتلف المدة دي كلها تاني ولا لأ. 1 2 2.5 3. استنوا، 1 2 3. استنوا اظبطها لكم. اوه، تكون بقى كده اشتغلت. للاسف كنت الموبايل عمل لوك، فهضطر اعيدها من الاول تاني. اهي، 1 2. عشان تلف اسرع حاجة عندي بقى واقوى حاجة عشان تقعد اكتر. 3 اهي ستارت، وابتدت بقى دلوقتي هنعد تاني. ترى بقى هتقعد قد ايه؟ هنشوف بقى مع بعض.
كده بقى عملت نص دقيقة. اهي بص بقى بتلف بسرعة ازاي. ايه ده بتلف بسرعة جدا، انا عندي احساس ان هي هتقعد المرة دي اكتر من دقيقتين. كده بقى 46. يا نهاري بصوا بقى كده عملت 50. لا ده كده فعلا كتير قوي. بصوا عملت بقى كده كام دقيقة، قربت بقى تخش على الدقيقتين. يلا عايزين احنا نشوف يا ترى هيكمل فعلا دقيقتين ولا لأ. اوه بتلف برضو الناحية التانية. ده دي سريعة جدا جدا جدا، وتكون بقى كده عملت اكتر من دقيقتين. واو عدت الدقيقتين والايه وعشر ثواني واتناشر ثانية بالظبط. الله شفت خريطة تعدي كمان المرة دي اكتر من المرة اللي فاتت. واو لا دي فعلا فيدجت سبينر سريعة جدا جدا جدا. قولي بقى في الكومنتات لو انتوا عندكم فيتش سبينر بتقعد اكتر من دقيقتين، عايزة اعرف اسمها والشكل بتاعها، وعايزة اعرف لو انتوا بتحبوا اللعبة دي وتحبوها قد ايه، وتابعونا بقى تلعب الاطفال عشان نجيب لكم بقى فيتش سبينرز تانيين كتير جدا جدا جدا. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات تلعب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.